بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في برنامج من أحكام القرآن. قد انتهى بنا القول في الحلقات السابقة إلى قوله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا. الموالي جمع مولى، ويطلق على القريب ويطلق على المعتق ويطلق على الحليف. والولاية هي المحبة والنصرة والتأييد. وقوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، هذا مما يختص بالميراث، فالإرث من الولاية. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقوله تعالى: ولكل، أي من الذكر هو الأنثى، جعلنا مواليا، أي نصيبه من الإرث، نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون. هذا الإرث بالنسب، والنسب يتكون من أصول وفروع وحواشي. الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين والحواشي هم الإخوة والأعمام، وبنو الإخوة بنو الأعمام مهما نزلوا. فهذا هو الإرث بالقرابة. والإرث أيضا بالولاء، الإرث بالولاء. والولاء على قسمين: ولاء عتاقة وولاء موالاة. الولاء بالعتاقة هذا يورث به بالإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وأما الإرث بولاء الموالاة وهو المحالفة، فهذا كان موجودا في أول الإسلام. كان الحليف يرث حليفه كما حصل في أول الهجرة، لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. كان المهاجر يرث الأنصاري، والأنصاري يرث المهاجر بموجب الحلف،
المؤاخاة. ثم إن الله نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فصار الإرث محصورا في القرابة أو في الزوجية أو في ولاء العتاقة، هذه أسباب الإرث المجمع عليها مما ترك الوالدان والأقربون، هذا محل الإجماع أن القرابة يتوارثون، وهو ما يسمى بالإرث بالنسب، مما ترك الوالدان. هذه هي الأصول، والأقربون هذه هي الفروع والحواشي. والذين عقدت أيمانكم، هذا عرفنا أنه قد نسخ وكان معمولا به في أول الإسلام. قوله تعالى: فآتوهم نصيبهم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن يعطى صاحب الميراث إرثه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فيجب إعطاء أصحاب المواريث مواريثهم إلا إذا تنازلوا عنها، لأنها حق لهم شرعه الله سبحانه وتعالى. فآتوهم نصيبهم، يعني من الميراث، سواء كان بالفرض أو بالتعصيب، وسواء كان التعصيب بالنسب أو بالسبب. ثم قال جل وعلا: إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن أخل بالمواريث وحرم بعض أصحابها أو نقصها وغيرها عما شرعه الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا حسيب عليه، سيحاسبه يوم القيامة عن تعديه وظلمه، ويعطي صاحب الحق المظلوم حقه، كما في قوله تعالى لما ذكر المواريث في أول السورة، قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وجاء في الحديث أن من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة، فالأمر خطير جدا، ويجب التقيد بالمواريث التي فرضها الله سبحانه، وإعطاء كل وارث حقه بفرض أو تعصيب. والله تعالى أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.